اهلا بحضراتكم من جديد. خلونا النهارده نقول لكم فقراتنا سريعا، واللي هنبداها مع اللايف كوتش محمد زكريا. ودي الفقره اللي يمكن انا تحديدا بحبها جدا جدا لانها عن التنميه الذاتيه، وانا بشوف انه افضل استثمار ممكن الانسان يعمله في حياته هو انه دايما ينمي ذاته ويشتغل على تطوير الذات. هنتكلم معاه عن الكلمه وقوتها، وازاي ان احنا بالكلمه نقدر ناثر في بعض بكلام بس يكون فعلا كلام في محله. اما في فقرتنا الثانيه فهتكون مع الستايلست اسراء جلال، واللي هنعرف منها اكتر عن فساتين مهرجان الجونه، وايه الموضه اللي طالعه جديد، ومين احسن الاطلالات اللي تمت في هذا المهرجان وعلى الريد كاربت، ومين كمان كان اللي يمكن الديزاين كان غريب شويه. كل هنعرف كل التفاصيل دي ان شاء الله في هذه الفقره الشيقه والممتعه. انا عجباني كمان الفقره دي قوي يا كريم، لانه مهمه جدا. لان احنا هنلعب بقى لعبه الفاشن بوليس، يعني هنبتدي بقى نقول بقى مين اللي كان موفق في الاطلاله، مين اللي مش موفق في الاطلاله. طبعا الكلام ده يا جماعه مهم جدا، فاشن بوليس معروف ان دي من الفقرات المهمه جدا اللي بتتعمل والمواقع التواصل الاجتماعي كمان كان فيها رد فعل كبير دايما على الريد كاربت في مهرجان الجونه، وفي الاخر ده لمصلحه الجميع، حتى لمصلحه كمان الفنانين نفسهم في اختيار الازياء. اما بقى فقرتنا الثالثه فهتكون بمناسبه المولد النبوي الشريف، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وهيكون ضيفنا فيها المنشد احمد عاشور، وهنسمع منه طبعا بعض المقطوعات الانشاديه الجميله جدا الممتعه. انتظرونا دلوقتي، خلينا نروح نشوف عندنا ايه النهارده في مصر ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد. هنبدا بقى جولتنا الاخباريه المتنوعه بالخبر المفرح جدا جدا جدا، لان احنا دايما بندور على الاخبار المبهجه والمشجعه والملهمه. ما كانش ينفع ان احنا ما نتكلمش عن مشاركه نجمنا الكبير ذا ايجيبشن كينج صانع السعاده الملهم مو صلاح، وده في الاعلان عن جوائز حفل ايرث شوت المهتم بشؤون البيئه وانقاذ الكوكب. هي دي اهم مهمه دلوقتي بتقابل البشريه، او اكتر تحدي بيقابل البشريه دلوقتي، وهو الاهتمام بإنقاذ الكوكب من عدم التوازن البيئي اللي حصل بسبب
تلوث، الاحتباس الحراري. وده الحفل اللي اقيم في قصر الكسندر بالاس الملكي، وحضره الامير ويليام دوق كامبريدج وزوجته كيت ميدلتون وعدد من مشاهير العالم، منهم الممثله ايما واتسون وديفيد اويلور وغيرهم. يمكن الحقيقه احنا كلنا تابعنا بفخر لما انتشرت صور وفيديوهات محمد صلاح بصحبة الأمير ويليام في الحفل اللي بيتم فيه الإعلان عن الفائزين بجائزة الإيرث شوت اللي هي مليون جنيه استرليني طبعا، وبتعود لفترة الستينيات. يعني يمكن هي مش الجائزة اللي بتعود لفترة الستينيات، هو الاسم مستوحى من دي قصة لطيفة جدا، يعني انه الرئيس الامريكي كينيدي الحقيقة كان المجتمع الامريكي في يعني اواخر الخمسينات والستينات كان بيحاول طبعا الادارة الامريكية ان هم يعني يلهموا المجتمع الامريكي علشان وصول رجال الفضاء الى القمر، فعمل القصة كده سماها المون شوت عشان للوصول للقمر، والامير ويليام خد الفكرة دي وسماها الإيرث شوت، عملوا الجائزة دي يمكن السنة اللي فاتت مع طبعا واحد من أشهر مذيعين برامج البيئة والدوكيومنتريز، الناس اللي بتتفرج على ناشونال جيوغرافيك هتبقى عارفاه، ديفيد أتنبرا الراجل الإنجليزي بشعر أبيض ده، فعملوا الجائزة دي مع بعض لإلهام الناس لحل مشاكل البيئة في خلال العقد القادم حتى 2030. طبعا يا كريم انا عايزه اقول انه لما بنتكلم على مو صلاح وبنتكلم على حضوره لحفل جوائز الايرث شوت امبارح، دي لحظات فخر واعتزاز والهام من النجم المصري مو صلاح، وفي الحقيقه هو درس وزي ما بنقول هو الهام لكل الشباب، لكل الاطفال اللي طبعا اجتمعوا على حب والاعجاب بيه والتحيز الكامل ليه، وكل الفئات، انك لما تسعى لتحقيق حلمك وانك بتركز على نفسك بس من غير ما تلتفت، لانه دائما الملتفت لا يصل، فبتقدر بالعزيمه والاصرار ان انت تحققه فعلا من غير ما ان انت تتحجج بقى بظروف او مستوى او نستسلم للتحديات اللي بتواجهنا. يمكن كتير مننا احيانا في لحظات الاخفاقات في حياته بيتخيل انه خلاص مش هيعرف يحقق حلمه، ويفضل يبص بقى للي وصل بالواسطه واللي وصل بقرايبه واللي وصل بانه مش عارفه اتعلم في كامبريدج وتهيئت له ظروف معينه، لكن مو صلاح نموذج واقعي جه في الدنيا علشان يقول لك لا انت ممكن تشتغل على نفسك لو انت حتى بداياتك كانت قد ايه متواضعه او قد ايه بسيطه. هو بالفعل قدر يثبت للعالم كله ان هو اسطوره، وهيتم الحديث عنها كتير جدا، وتخلد اسمه خلاص في التاريخ، مش بس التاريخ الرياضي لكن التاريخ المصري بشكل عام والتاريخ الانساني طبعا. ويمكن مشاركته كمان في يعني هذه الاحداث وهذه الجوائز مش بس يعني مش بس عشان هو لعيب كوره جيد، لا هو فعلا رمز للشباب، وبالتالي هم يعني بيدعوه لأنه هو رمز للشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، في الإعلام، في العالم كله، للعالم العربي كمان هو رمز لكل الشباب ونموذج ناجح جدا للشباب في العالم العربي، عشان كده يمكن بيدعو النجم محمد صلاح لهذه الأحداث العالمية. خلونا نطلع لفيديو بعد كده، نطلع لفاصل ونرجع لكم مع أول فقراتنا الحوارية، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم من جديد. حدث زي ده طبعا لازم يكون معانا دلوقتي على الهاتف الناقد الرياضي محمد جمال، وصباح الورد عليك. ألو، صباح الورد عليك. يمكن أستاذ محمد المرة دي المكالمة هتكون مختلفة، احنا مش هنتكلم بقى على تشكيل فرق أو إيه اللي بيحصل في المعسكرات التدريبية، ولكن احنا بنتكلم عن يعني نموذج أسطوري اسمه مو صلاح. يعني بتشوف إزاي حضوره في حفل زي امبارح، وبتشوف إزاي احتفال جمهور ليفربول بي وبإنجازاته بشكل مختلف عن أي لاعب تاني؟ هو شيء مشرف طبعا. محمد صلاح دلوقتي وصل زي ما قلتوا كده وزي ما سمعتكم، هو فعلا رمز وقدوة لجميع الشباب في العالم كله مش في مصر بس. صح. محمد صلاح قصته دايما ملهمه. محمد صلاح من وقت صعوده اصلا ومن وقت ظهوره في كره القدم وهو حاله خاصه، محمد صلاح مش محسوب ولا على اهلي ولا على زمالك ولا على كل الجماهير، بالعكس محسوب على كل الجماهير المصريه، ان هو زي يعني الناس كلها بتحس ان هو اخوهم او ابنهم. محمد صلاح دايما الكل بيبقى وراه، دايما الناس كلها بتحبه من زمان، لعيب قد ايه مثابر ومجتهد، سواء بقى قصته في كره القدم من وقته بقى ان هو يرجع يجي من بلده للمقاولين ثم يطلع على بازل ثم من بازل على يروح تشيلسي ما يوفقش، يروح فيورنتينا يشد حيله اكتر، يروح روما من روما ليفربول، وكل العروض اللي بتجيله دي هو دلوقتي يستحقها. محمد صلاح
امبارح لما يكون موجود في حفله زي ايرث شوت ويكون موجود مع الامير ويليام، دي حاجه كبيره جدا 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 بالنسبه مش بس للاعيب كوره، بالعكس هو ده بيقول ان هو محمد صلاح وصل لمكانه لم يصل لها لاعب عربي او حتى ممكن يكون في لاعبين اوروبيين عمرهم على فكره وفي وقت قياسي، يعني 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 عنصر الزمن ما بقاش حاجه محدده، مش ما ينفعش نبص له على انه خط مستقيم، لا ممكن حد يحقق نجاحات اسطوريه في وقت قياسي وممكن حد يقعد طول عمره ما يحققش النجاح الكافي. يعني في لاعبين اوروبيين كبار جدا وفي لاعبين مميزين جدا وجم في افضل لاعبين في العالم وما وصلوش للمرحله اللي وصل فيها محمد صلاح. صحيح. محمد صلاح في ليفربول من 2017، ففي خلال 4 سنين تقدر انت تحول مسيرتك دي كلها لشخص ملهم. اكيد محمد صلاح قبلها كان لعيب، ولكن كان لعيب جامد ولكن مش اللعيب الملهم، لكن من وقت وصوله ليفربول وهو اصبح لعيب بيكسر كل الارقام القياسيه بشكل لا يصدق، حتى كل الناس هناك مش بتتكلم على محمد صلاح غير ان هو يستحق اكبر عقد زي ما وكيله رامي عباس عاوز ان هو يوصله لنصف مليون جنيه استرليني طبعا في الاسبوع. الناس كلها بتتكلم ان هو يستحق ده. محمد صلاح ما يصل ل 104 هدف في الدوري الانجليزي يبقى اكتر لعيب افريقي يسجل ويعادل الرقم دي، جيد ركبة اللي قعد سنوات وسنوات وسنوات عقبال ما وصل للرقم ده، محمد صلاح بيحطمه بس في 4 سنين. محمد صلاح من وقت وصوله للدوري الانجليزي وهو هداف البريمير ليج على لاعبين كبار قوي زي هاري كين وزي لعيبه متمرسه في الدوري الانجليزي منذ سنوات كبيره جدا. محمد صلاح دلوقتي اصبح ينافس على افضل لاعب في العالم، وانا واثق 1000000% ان صلاح حتى لو ما وفقش خلال السنه دي انه هيكون في يوم من الايام هو افضل لاعب في العالم ويحصل على جائزه البالون دور كاول لعيب عربي وكاول لعيب افريقي. احنا متوقعين انه السنه الجايه هيكون يعني هيكون فعلا هو اللي بينافس يعني المرشح الاول للجائزه، يعني كل البوادر في الموسم ده بتقول كده. لكن محمد انا كمان مش عايز اتكلم بس في الكوره، لانه هو محمد صلاح مش بس يعني وصل لهذه المكانه كلاعب كوره، لكن دلوقتي ومع تمثيله في الحدث وحفل ايرث شوت يمكن اصبح بينافس يعني الشخصيات العالميه، كل الملهمين في جميع المجالات، والتمثيل المصري والعربي في هذه الاحداث يمكن بالنسبة لمحمد صلاح حاجة مهمة جدا في تاريخه. يعني بالضبط محمد صلاح دايما هو كشاب اصلا هادي، يعني هو بطبعه هادي. صحيح. محمد صلاح احنا حتى لما بنغطي معسكرات المنتخب وما يكون موجود في مصر وكده، هو محمد صلاح من الناس الهادية من الشباب اللي هو وتواجده الاعلامي مش كبير. يعني بالظبط انت بتبقى عارف هو عاوز يعمل ايه، يعني انت بص انت بتبقى عارف محمد صلاح ان هو جاي لهدف معين، هو عايز يشتغل على حاجه معينه ولا ليه دعوه بتركيز في حاجه ثانيه ولا بيركز في اللي هو اللي ممكن اي حد يركز فيه. اي حد مكان محمد صلاح بالمكانه اللي وصل ليها كان ممكن يبقى مغرور، كان ممكن يبقى مش شايف قدامه، ممكن يبقى كان موسم وخلاص ويقعد ويبقى انا اللي قدامي ده، انا محمد صلاح، انا اللي قعدت هنا، انا اللي عملت كذا، انا اللي الجمهور كله بينادي باسمي، انا اللي الملاعب كلها بتترج باسمي، انا كل الكلام ده. لكن صلاح دايما بيبص ان هو لسه ما عملش حاجه، فده اكيد اللي بيخليه وصل للمرحله دي. امبارح محمد صلاح انه يكون موجود في حفل زي طبعا موجود فيها امير طبعا انجلترا، ويبقى موجود في حفل وهو كلنا شفنا الناس كلها بتتكلم بقى على حاجتين بالنسبه بقى للصحف الاوروبيه او الصحف الانجليزيه، بتتكلم اولا على ان هو وجود لعيب عربي افريقي مصري وجوده في يوم زي دوت على يعني في مكان زي ده ومع الامير وحرص الامير طبعا وزوجته على ان هم يقفوا ويتكلموا معاه، وهو طلع في كلمته واتكلم طبعا على البيئه واتكلم على ان هو من الشرق الاوسط واتكلم طبعا بشكل كويس جدا في كلمه طبعا كانت مقتربه، ولكن وجوده انه يتكلم قدام كل الشخصيات العامه اللي موجوده في الحفل من ابرز الشخصيات طبعا سواء بقى في العالم او حتى في انجلترا، كمان وجوده في مكان زي ده بيقول كويس جدا ان هو اصبح سفير لمصر في انجلترا واصبح سفير. كلنا بنشوف محمد صلاح لما بيجيب هدف كل الجمهور بتاع ليفربول او حتى انجلترا كلها مش من الناس، محمد مش من الناس المكروهه، محمد سجل في جميع الانديه في الدوري الانجليزي. صحيح. ولكن ما شفناهوش قبل كده مثلا بيحصل عنصريه ضده، ما شفناهوش قبل كده بيحصل شتيمه ضده زي ما ممكن اي لعيب في العالم يتعرض ليها خاصه لو مميز. لكن استاذ محمد يعني يمكن كمان مو صلاح لفت نظرنا كلنا ونظر العالم كله لاهميه وجود مدير اعمال محترف لاقصى درجه، يعني ما شفناش مثلا مو صلاح طالع على التيك توك وقاعد يعمل ليبسينك مثلا عشان يعمل مش عارفه ايه، يعني حتى وجوده على السوشيال ميديا
محسوب بالشعره يعني، وايا كان فيديو يعني، في ناس ممكن تتوقع انه لا الموضوع تلقائي، لا هو مش تلقائي يعني، حتى لو ظهر مع قطته لا بتبقى محسوبه بالتوقيت ومحسوبه ايه الرساله اللي هتتبعت والتايم بتاع الفيديو. فنتكلم هنا بقى عن فنون الاداره او فن اختيار مدير الاعمال الممتاز، والى اي مدى هو ممكن يكون بيوصلك لسابع سماء او بيكون معرقل ليك في طريق نجاحك. بصي، هو كان في فتره من الفترات كان الاتحاد المصري لكره القدم دخل في مشاكل مع رامي عباس اللي هو وكيل محمد صلاح، وبالتبعيه وصل لازمه مع محمد صلاح وخاصه قبل كاس العالم 2018، وده يقول لينا ان في فرق ما بين الشغل الاحترافي وما بين الشغل اللي ممكن احنا في الاتحاد المصري لكره القدم وقتها كنا ممكن شايفين ان محمد صلاح ممكن يقعد معانا ونحل، لكن محمد صلاح هو بيتعامل طول عمره بوكيل اعماله، وهو المحامي بتاعه، وهو الراجل اللي بيخطط، وهو اللي بيعمل كل حاجه لمحمد صلاح. لا احد ينكر دور رامي عباس في تاريخ محمد صلاح سواء الكروي او حتى خارج كره القدم. الراجل قادر يخلي محمد صلاح براند من الاخر. محمد صلاح اصبح علامه، يعني انت وجوده، انك انت تظهره، ان انت طبعا اكيد محمد مساعده، محمد يساعد اي وكيل اعمال، ولكن هو وكيل اعمال في كرة القدم كده بنقولها ما غرقكش، يعني ممكن لعيب بيظهر في خلال سنتين وكلنا بنتفرج على كرة القدم من زمان ياخدك كده من ايدك يوديك ريال مدريد وبرشلونه، وممكن انت تروح هناك ما توفقش، شفناها في لعيبه كبيره جدا، لكن انك تفضل في ليفربول سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ولسه ممكن يتم تجديد التعاقد لمده ثلاث سنين، خاصه انت ماشي كويس، قادر يخليك اسطوره في فريقك، قادر يخليك. ليه احنا في مصر وكيل الاعمال الجيد او المحترف بيطلع بالصدفه يعني؟ يعني ليه ده مش علم بيدرس وليه واحد زائد واحد يساوي اثنين، وليه ناس بتشتغل على نفسها، وليه وعي عند الناس انه لا ده انا مهم يبقى معايا وكيل اعمال؟ هو احنا عندنا في مصر موضوع مختلف شويه، وهو ان احنا عندنا وكيل الاعمال هو اللي بينقل بس اللعيب من فريق لفريق، ولكن مفيش برضه دي برضه ليها شقين يعني، وموضوع طبعا كبير جدا. هو هنا في مصر مفيش قصه وكيل الاعمال اللي يخطط لحياه حضرتك ويقدر يخليك انا اللي بخطط لك حياتك، انا عارف ان انت السنه الجايه هتبقى كذا، السنه اللي بعدها تبقى كذا، هنوصل لكذا هنوصل كذا. على فكره محمد صلاح مش بس لوحده اللي فيه كده، ممكن مثلا نتكلم على نموذج بسيط جدا ايرلينج هالاند، وطبعا ده ابرز مهاجم في العالم دلوقتي، والراجل في فتره من الفترات بعد تالقه في طبعا سالزبورج النمساوي جاله عرض من مانشستر يونايتد الانجليزي، واي لعيب في الدنيا لما يجيله عرض من مانشستر يونايتد الانجليزي هيجري، ولكن وكيل اعماله فضل ان هو يروح بروسيا دورتموند الالماني الاول ثم ينتقل في يوم من الايام لريال مدريد مانشستر يونايتد. لازم الحياه كلها خطوه بناء على تخطيط يعني ودراسه بالضبط مسبقه. طيب محمد، انا عندي برضو نقطه يعني اخيره، يعني حاجه برضو مهمه، يمكن مش عايزين برضو ان احنا يعني ما نبصش على كمان الرساله اللي محمد صلاح كان موجود علشانها في جايزه زي دي او في حدث زي ده، اهميه طبعا الاهتمام بالبيئه واهميه يعني الاهتمام بان احنا نهتم بالكره الارضيه، اهميه ان احنا نستخدم لعيبه الكوره بتاعتنا اللي معروفه واللي الشباب كلهم بيتابعهم في حدث مهم زي ده، يعني الرسائل اللي لعيبه الكوره تقدر ان هي توصلها وتاثير لعيب الكوره في حاجه زي كده. طبعا لها تاثير كبير جدا، خاصه ان كره القدم دايما من القوه اللي تخص فعلا اي شاب، يعني اي شاب ممكن يكون مش متابع بشكل جيد للاحداث اللي حواليه ولكن متابع لكره القدم، فبيتابع نجوم المفضلين بيعملوا ايه. يعني حدث زي الشوت انا عارف كويس جدا وكلنا عارفين ان اغلب الشباب ما كانش هيتابع، او اغلب الناس كمان صحيح ما كانش هيتابع حاجه زي كده الا في حاله وجود محمد صلاح، الا في حاله وجود كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي. دايما لما بيبقى نجمك المفضل موجود في حاجه انت لما بتشوفه موجود فيها بتاخد بالك ان في حاجه اسمها ارشوت، تاخد بالك ان في حفاظ على بيئه، حفاظ على كوكب الارض. فاكيد وجود الشخصيات الرياضيه المميزه والملهمه للجماهير سواء بقى العربيه او الافريقيه او العالميه، ده دايما بيديك رساله كبيره جدا انك انت تقدر يعني مش هقول تستغله، ولكن في الحاجات الايجابيه يكون سفير ليها، يعني انت في كل حاجاتك الايجابيه ممكن تبقى محمد صلاح سفير ليها. صحيح. بالعكس هينقل صوره ايجابيه كبيره جدا. وهو يعني دلوقتي استغلال في رساله مهمه جدا ورساله قيمه محمد جدا. محمد دلوقتي متابع من العالم كله مش بس مصر. صحيح. مش بس افريقيا، محمد العالم كله دلوقتي في انجلترا وفي كل العالم
بيتابع محمد صلاح، بيشوف تحركات محمد صلاح. وفي ناس دايما زي ما بنقول كده دايما، عارف انت اللي هو انا واخدك مثل اعلى، انا واخدك قدوه، انا اي حاجه انت هتعملها انا هقلدك. زي ما كنا بنشوف كده اي حد في الدنيا ممكن يكون عامل قصه شعر غريبه بيقلدوه، لعيب كوره مش عارف عامل تيشيرت بيقلدوه، ولكن ما بالك بقى بتعمل حاجه ايجابيه على طول. فاكيد طبعا بنشوف تقليد ده تقليد ايجابي، شايف ان هو حاجه ايجابيه طبعا. احنا بنشكرك طبعا على وجودك معانا الناقد الرياضي محمد جمال، وبنشكرك على هذه المداخله. بنشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا نسيبكم مع فاصل ونرجع بقى فقراتنا الحواريه، تابعونا. العملاق الراحل عبد الله غيث، السينما ما لحقتوش وخسرت كتير، ان هي ما لحقتش او العمر لم يمهله ان هو يدخل في السينما، وهو مش محتاج يثبت وجوده، لانه حقيقي يعني احنا بنتكلم في موهبة عظيمة جدا جدا. هو عمل فيلم رسالة لكن ما أخدش حقه في عدد الأعمال السينمائية الكافية، ربنا يرحمه يا رب. وإحنا بنتكلم عن الكلمة، الكلمة الطيبة صدقة، وكل ما كانت الكلمة سبب في دعم حد أو تحفيزه أو حتى إن هي تخرجه من مود مش لطيف لمود أحسن شوية، كل ما كان ليها قيمة كبيرة. عشان كده إحنا هنتكلم عن الكلمة وإزاي بتأثر في حياة الأشخاص بشكل إيجابي أو سلبي. والغريب بقى إن إحنا يا جماعة طول الوقت على الفيسبوك بنقعد نقول يا قلبي يا عمري يا حبيبتي، طلع ان الموضوع ده ممكن يكون مؤذي واحنا مش واخدين بالنا. فاحنا عايزين نعرف قوه الكلمه بشكل عام وايه القصه دي، لان دي حاجه بصراحه جديده قوي قوي بالنسبه لي. هنعرفها من خلال ضيفنا اللايف كوتش محمد زكريا. اهلا بيك وصباحك صباح الورد. صباح النور. صباح النور. صباح الورد عليك. صباح النور يا كريم. خلينا في البدايه بقى يا محمد قبل ما ندخل في حته الكلمه تحديدا، ما ينفعش ان احنا يعني مو صلاح وفرحه العالم بيه واحنا بنتكلم عن مو صلاح. يمكن كنا بندردش في ده قبل الهوا انه في لعيبه كتير ممكن تراقب مو صلاح، تدرس مو صلاح، تقوصه من اول ما بيبدا يومه لاخر يومه وتلتزم بيها، لكن برضو مش هتحقق اسطوره مو صلاح. ايه بالظبط؟ ايه ليه؟ كنت لسه قبل الهوا بقول لك ان انت وشك بينور لما بتتكلمي عن محمد صلاح جدا. ويمكن معظم المصريين، مش هقول كل عشان ما فيش حد بيتفق على انسان، بس معظم المصريين هم من قلبهم بيحبوا محمد صلاح. وأسطورة صلاح هي جت يعني لأن محمد صلاح شخص عايش كل مرحلة باللي فيها، بالمزايا والعيوب. لما كان بيجي من بلده لحد القاهرة زي ما قلت لي قبل الفاصل بياخد 20 جنيه وبياكل بجنيه كشري ويحط شطة كتير علشان يتعب، هو كان مستمتع بده. واحد تاني ممكن يبقى ساخط على ده ويبقى متضايق من ده، هينجح برضه، بس لما هيوصل بعدين مش هيبقى عايز يفتكر الايام دي ومش هيبقى مستمتع بنجاحه، هيفضل طول الوقت حاسس ان هو زي اللي ما بيشبعش، يعني جعان على طول. دي حقيقه. صحيح. فمحمد صلاح كان حابب اللي فيه زمان وحابب اللي فيه النهارده، وهو شايف حاجات يمكن غيره من اللعيبه مثلا اللي كانوا جنبه مش شايفينها، هو شايف نفسه هناك. فبيترفع عن مثلا الاذى، بيترفع عن فكره ان حد بيهاجمه. ما شفناش محمد صلاح مثلا طلع نفسه بيهاجم حد او طلع بيدافع مثلا عن نفسه عن حد بينتقده، بالعكس هو عنده طريق ورايح له وعمره ما قال انا نمبر 1، وعمره ما طلع في فيديوهات يستفز بيها الناس، وهو مش محتاج يقول بصراحه يعني طبعاً. هو لان هو عالميا هو معروف ان الوقت الحالي احنا كل الناس بتقول ان محمد صلاح نمبر 1 في الوقت الحالي. يمكن من شهور قليلة رونالدو مثلا، قبله ميسي، بعد شوية هيرجع ميسي تاني، ولكن هي كل فترة بيبقى ليها النمبر 1 بتاعها. فمحمد ومحمد ما اعتقدش ان هو في باله ان هو بقى ولا نمبر 1 ولا نمبر 2، هو في باله دي النقطة بالظبط. يعني هي دي النقطة كمان اللي احنا كنا بنتكلم على الكلمة وكده، وحلو الدخلة يعني وكنت بتكلمنا ان هو ما بيردش مثلا على حد، او ما بيطلعش يرد على حد مثلا قال له كلمة مش كويسة. تأثير الكلمة على شخص وعلى شخص مثلا حتى الشخص الناجح الكبير، وازاي نقدر نتعامل معاها؟ تعالوا كده ناخد من السنة مثلا، نبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام. معاذ بن جبل قال لي النبي عليه الصلاه والسلام قل لي على عمل يدخلني الجنه ويبعدني عن النار. فالنبي عليه الصلاه والسلام قعد يديله بقى وصايا، منها بقى اركان الاسلام، اقام الصلاه وايتاء الزكاه، صوم رمضان، حج البيت، الصدقه، قيام الليل، كذا كذا كذا. وبعدين قال له اقول لك بقى ملاك كل ده اللي هو يجمع كل ده، فعينه بقى نورت، ايه اللي يجمع كل ده؟ قال له شاور له على اللسان،
لسانك، خلي بالك من ده. فأبو عازب بن جبل قال واحنا بنؤخذ باللي بنقوله يا رسول الله؟ فالنبي قال له الكلمة المشهورة أو اللي هو إيه، ثكلتك أمك. ماشي، اللي هو يعني فيما معناه انت يعني ده اندهاش، انت مش واخد بالك من ان ازاي الكلمه ممكن تبقى صعبه. فقال له وهل يكب الناس في النار او جهنم الا من حصائد ألسنتهم؟ اليس من سخريه الاقدار انه اكثر شعوب بتتكلم ولا تعي ميزان الكلام، انا بتكلم على اغلبيه طبعا مش كلهم الا من رحم ربي، الشعوب العربيه الاسلاميه. ما هو الناس اللي بتتكلم كتير، يعني في قانون الجذب بنقول ايه، اللي بيتكلم كتير ما بيعملش، حتى في الامثال الشعبيه اللي بيتكلم كتير ما بيعملش حاجه، فاللي بيشتغل ما بيتكلمش، زي مو صلاح. مو صلاح بيشتغل فما بقاش عنده وقت يتكلم كتير، بيتكلم في حدود معينه. فالناس اللي بتتابعنا لو انت بتتكلم كتير هتغلط كتير، والطاقه بتاعت جسمك، انت عندك طاقه معينه في جسمك، يا اما تحطها في الكلام يا اما تحطها في الفكر بشقي اللي هو الايجابي او السلبي. برضو النبي عليه الصلاه والسلام دخل على حد عربي، راجل كان عنده حمى وتعبان جدا، فالنبي قال له طهور. بص بقى الكلمه اللي هو يعني ربنا يخفف عليك ويشيل من سيئاتك. الراجل مرضيش، قال له لا، بل حمى تفور على رجل كبير تزريه الكبر. لا دي مش طهور، ده انا راجل كبير وربنا بيعذبني. فكان بقى الرد العبقري من النبي عليه الصلاه والسلام، قال له ايه، نعم اذن، مش انت عايز ده، مش انت شايفها حاجه وحشه، اوكي. ودي الترجمه للحديث القدسي، انا عند ظن عبدي بي، مش بالزبط. حسن ظن، انا ظن، يعني انت فتظن بي ما تشاء بقى، بالظبط. انت شايفني سلبي. ايه خلاص بالظبط، هو راجل شايف نفسه كبير وربنا بيعذبه ومش عارف ايه صحيح. فخلاص يعني احنا بقى كعرب ومسلمين عندنا حاجه يمكن بتميزنا شويه عن الغرب. ماشي، اللي قال عليها يوسف داوود في فيلم عسل اسود، الكونسبت بتاع الحمد لله. يعني مثلا في فرنسا لما بس اذا بتقولها من غير ما تكون حاسسها ملهاش لازمه، ده لازم لازم، بس برضو اما تقولها كتير ممكن يجي وقت وتحسها، اللي هو يعني الرضا، يعني بمعنى بالظبط. يعني مثلا في فرنسا لما تيجي تقول لحد سافا ممكن يقول لك سافا او سافابيا، وممكن يقول لك سافابا، مش كويس. انما هنا اي حد تقول له انت كويس اقول لك الحمد لله. فدي من الحاجات اللي فعليا كلمه الحمد لله من الحاجات اللي بتخلي الانسان يقدر يتغلب عن مصاعبه. طب ليه في ناس كتير بتقول الحمد لله وما بتتغلبش؟ نفس اللي لسه قايله مها، لان ما بيقولهاش من قلبه. ما هي دي بقى النقطه، انه يعني تاثير حاجه زي كده، مثلا ان انا بقول كلمه الحمد لله لان انا هل انا حاسسها ولا انا متعود اقولها. وبعدين برضو الحمد لله عن الحمد لله تفرق، يعني انت ممكن تسال واحد يقول لك اهو الحمد لله يعني عارف يعني اللي هو انا بس متعود ان ده الرد بتاع السؤال. فتأثير الكلمة على احساس انا مش حاسه، على على احساسي انا وعلى مودي انا وانا مش حاسه بيبقى ايه. احنا عندنا في عالم اسمه، انا كاتب حتى اسمه هنا، إيكهارد كاندي، ده خد جايزة نوبل في الطب سنة 2000، تمام. قال ان احنا النهاردة اي كلمة احنا بنقولها في مناطق في المخ بالرنين المغناطيسي بتبدا تنور، ماشي، في الفص في القشره الجبهيه او فص القشره الجبهيه. فالنهارده مثلا لما اجي اقول ايدي، فدماغي بتفهم وايدي تبدا تتحرك، ماشي، وابدا بعد كده يلي ذلك الشعور. فانا النهارده لما اقول الحمد لله ممكن جسمي ما يحسش بيها، انما لما اقول الحمد لله واتذكر مثلا خبراتي وتذكر النعم اللي أنا فيها، بيبدأ كل جسمي يتفاعل مع ده ويبقى متماشي مع العقل، ماشي. لذلك النهاردة من الحاجات المهمة جدا لما نيجي نقوم من النوم، أنت أول كلمة بتقولها إيه؟ الحمد لله، تمام، يوم جديد، وتبدأ تقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أمتنا وإليه النشور. فأول ما تقول الحمد لله، ده في قانون الجذب بنسميه اعتقاد عن اليوم، ان انت خلاص انت متفائل ان يومك هيبقى على فكره. هو في حقيقه الامر انت كل يوم هو يوم ميلاد جديد ليك، يعني هو عيد ميلاد جديد فعلا يجب ان تحتفي بيه. انت ربنا ادالك حياه جديده يعني، ولسه او هديه جديده لسه انت بتفتحها، اللي هو بدايه اليوم. بالزبط. ازاي في كلمات ايجابيه ممكن يكون تاثيرها سلبي؟ عمري وقلبي وكده، لا لا لا، انا يعني عندي مش يعني عندي فضول، ازاي عمري وقلبي اللي احنا هارين نفسنا بيها على الفيسبوك واللي بعض بنقولها لبعض وتطلع دي؟ انا بقالي كام سنه بحاول اقنع الناس، اقول لهم يا جماعه خلي بالكم كلمه يا قلبي يا عمري انت كل حياتي. لما مثلا ام تقول لابنها او تقول لجوزها انت كل حياتي، او زوجه تقول لزوجها انت من بعدك انا مش هعيش،
تمام؟ الكلام ده مؤثر جدا 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 على الجسم. النهارده لما اجي اقول مثلا انت قلبي، هنا المخ عمل ايه؟ المكان في المخ بدا ينور، يدي اشاره للقلب، يعمل حاجه اسمها الرابط الشرطي، ماشي، اللي اتكلمت عليه مدرسه علم النفس السلوكيه. الرابط الشرطي ان ربطت الشخص ده بقلبي، فلما هو يتعب قلبي يتعب، لما هو يتضر قلبي يتضر. عشان كده احنا دايما بنقول عقلك اللاواعي ذكي جدا وغبي جدا، تمام؟ ذكي جدا ان هو ربنا اداله قدرات، غبي ان هو ما بيفهمش النفي على سبيل المثال، او ما بيفرقش ما بين الواقع والخيال. يعني لو انت فضلت تقنعه ان انت غني وان انت هيصدقك، هو مش عارف انت بتتكلم واقعي ولا خيال. بالظبط. وهنا بقى يا اما تبقى فعلا تمشي وتبقى غني، يا اما تبقى موهوم وتعيش دور الغني وانت اصلا يعني مش غني. فهنا في مثلا الكلمات، كلمه مثلا ايه الزوجه اللي دايما بتقول لجوزها انا من بعدك مش هعيش ولا يوم، بنلاقي كتير جدا ازواج يموتوا تروح الزوجه ايه تموت بعده على طول. اللي هي بقى ما هو ده برضو هو تعبير عن هو ممكن يبقى فيه مبالغه في جميل. في الكلام، لكن هو برضو تعبير عن المشاعر والحب. يعني ما احنا نعبر ده كويس جدا، بس الكارثه ان العقل اللاواعي ما بيفهمش ده. الكارثه لما هو ياخد التعبير ده ما بيفهمش المبالغه. بالظبط. وياخد بالظبط ما بيفهمش المبالغه، والمبالغه من حاجات اسمها التشوهات المعرفيه. يعني في علم النفس المعرفي يقول لك المبالغه ان انا ابالغ او اعمم، تمام؟ فلما اجي اقول لواحد انت كل حياتي، عقلك اللاواعي مش هيفهم ان دي حاجه مجازيه، مش هيفهم ان دي حاجه يعني ايه، لا هيقول لك خلاص هو كل حياته، والقدر موكل بالايه؟ بالمنطق، تمام؟ اللي هو المنطوق. فانت كل حياتي خلاص بقى، يبقى انا النهارده لو انت اتشلت من حياتي انا خلاص. عارفه بشوفها كتير جدا في البنت اللي مرتبطه جدا بباباها، ودايما تقول هو سندي وهو حياتي وهو كل حاجه، لما بيموت الكلمات دي بتخليها تتعب زياده قوي قوي عن اي بنت تانية بتدي بقى كلمات ليها هي، ان هي مثلا تقول انا قويه، انا اقدر استحمل، انا عديت بظروف. الحاله الثانيه بتبقى اقوى من الحاله الاولى. لذلك هي يمكن الناس علشان احنا كمان شعوب عاطفيه، فواخدين اللي هو يا قلبي يا عمري، يعني لو مش حاسسها الدنيا تعدي. انما احيانا احنا بنقولها وتبقى من قلبنا بجد. بس كلمه حبيبتي اوكي، حبيبتي يعني ماشي تمشي يعني بتتقال. طيب انا يعني اخر سؤال طبعا، لان الوقت عدى معاك بسرعه، ده موضوع كبير، ده عايز حلقات. اخر سؤال، ايه النصائح اللي توجهها لكل اللي بيسمعونا دلوقتي، اللي بيبقوا حاسين ان هم محتاجين يسمعوا كلمه حلوه يتقدروا بيها؟ احنا ملاحظين على بوستس الفيسبوك من الناس انه ناس كتير بتعاني من ان ما حدش بيقدرها. ازاي انا اكون ماي اون فان؟ يعني ازاي انا اللي ابقى حد، انا مشجعي الاساسي، مش محتاج كلمات تقدير من حد؟ بص، النصيحه اقولها في دراسه اتعملت في جامعه هارفارد، قعدت دراسه اسمها دراسه طوليه، يعني خدت 75 سنه يدرسوا ايه اكتر حاجه تخلي الانسان سعيد، السعاده اللي احنا كلنا بندور عليها، فهل المال، هل الحب، هل هل هل، لقوا في الاخر خالص نتيجه الدراسه ان العلاقات الطيبه، العلاقات الطيبه هي اللي تخلي الانسان سعيد. فانا بقول لكل حد اسعى لعلاقات طيبه، بلاش ترد الاساءه بالاساءه، بلاش حد مثلا انت كاتب حاجه على فيسبوك فحد علق تعليق سخيف مثلا تحطه في دماغك وتقعد تعلق وتقعد تتضايق، المفروض تبقى انت اكبر من كده. ايه خلاص اعمل ديليت، امسح ده وامسحه كمان من عقلك ولا كانه حصل، وشوف اللي بعده. ففكره انك تعمل علاقات طيبه بتبدا بعلاقه طيبه مع الذات، مش بس علاقه طيبه مع الاخرين. فهبدا بعلاقه طيبه مع نفسي، اقول لنفسي كلمات ايجابيه، هقوم من النوم ادي لنفسي احاء ايجابي عن نفسي وعن اليوم، بعد كده هبدا انشر ده للناس. واحنا عارفين طبعا ان الكلمه الطيبه صدقه، فانا هتصدق على نفسي الاول ثم هبدا ايه اتصدق على الناس اللي انا بشوفهم على مدار اليوم. دي من الحاجات علميا مهمه جدا لجلب السعاده بامر الله. الله. احنا بنشكرك طبعا على وجودك معانا محمد زكريا اللايف كوتش، كنت منورنا النهارده في صباح الورد. نورتنا يا محمد جدا جدا كمان. واستفدنا منك كتير بجد. صباحك صباح الورد. صباح الورد. طيب هنطلع لفاصل، ما تروحوش في اي حته، احنا لسه مكملين معاكم.
اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا من يومين افتتاح مهرجان الجونه اللي الحقيقه كان مليان ب يعني الاطلالات الحلوه وغريبه كمان في نفس الوقت، والحقيقه انه كل يوم في هذا المهرجان بنشوف اطلاله جديده ومختلفه على الريد كاربت، عشان كده لازم نتكلم عن كل هذه الاطلالات لكل النجوم في الجونه مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو الستايلست اسراء جلال. صباح الورد عليكي. صباح الخير يا كريم، ازيك؟ صباح الورد عليكي اسراء. مجهود كبير في الحقيقه ان انا مهرجان 8 ايام وكل يوم انا بمشي على الريد كاربت بفستان جديد. صراحه هم يعني ربنا معاهم ان هم كفايه ان هم ماشيين بالهاي هيلز دي طول الوقت، مش يعني كده؟ صعب قوي. انا ما اقدرش. انا يوم لازم يبقى في جديد. يعني انا بصراحه لو في مهرجان الجونه هم فستانين الاوبننج والكلوزنج وايه بتوين، اروح اتفرج على افلام بالجينز والتيشيرت. لا هو طبعا وراهم تيم كبير بيشتغل وليهم كريدت كبير طبعا كل الافورت اللي بيعملوه، يعني فدي حاجه. اهميه المهرجانات والريد كاربت بالنسبه للفاشن وبالنسبه للموضه ايه؟ مهمة جدا طبعا، عشان الواحد بيتفرج على يعني الليتست فاشن ترندز اللي موجودة، وسبشلي الجونة بيخاطب برضو انترناشنال ستاندردز اكتر، فبحس ان كل الديزاينرز والستايلستس والميك اب ارتستس وكل التيم اللي بيشتغل مع السليبرتيز بيكون يعني بيحاول يطلع كل الكرياتيفيتي اللي عنده ويحط كل الانبوت اللي هو يعني بيحضر له بقاله كتير، يعني عشان طبعا في اكسبوجر جامد جدا، فبتبقى فرصه كويسه ان شغله يتشاف بطريقه احسن. يعني يمكن من قريب قوي، من سنين قريبه قوي، احنا دخل علينا ثقافه مهنه ايمج كونسلتنت او اللي هو ستايلست، هي يعني نقدر نقول ستايلست. الى اي مدى دي مهمه؟ يعني في ناس مش واخده بالها، يعني في ناس مثلا تقول لك ايه، طب ما انا هبص على الريد كاربت الاصفر موضه، القماشه دي موضه، الكات دي موضه، يلا انا هروح مش محتاجه ستايلست. فعايزين نعرف برضو الناس اكتر موضوع ان انا يبقى عندي استشاري يقول لي اصلا، يوجهني ايه اللي يليق وايه اللي ما يليقش، واعمل ايه دلوقتي وما اعملش ايه دلوقتي. او زي ما احنا شايفين برضو على الريد كاربت دلوقتي ان معظم اللوكس يعني بتبقى كويسه جدا ومنسقه جدا، ده بسبب الستايلست طبعا والايمج كونسلتنت في نفس الوقت، هي حاجه واحده يعني هي كوريليتد. وبرده ساعات اللوك بيبوظ مننا خالص لو انا مش منسقاه كله، مثلا الشعر مع الميك اب مع الدريس مع الشوز مع الجولري، الحاجات دي كلها مهمه جدا. طب ندخل على السؤال السخن بقى، اوكي. مين اللي كان موفق في خلينا في البنات الاول او في السيدات، مين اللي كان موفق قوي في فساتينها ومين اللي ما كانتش موفق قوي في او يعني، ودي اراء يعني. دي اراء وازواج طبعا، بس من ناحيه حد بروفيشنال زيك معانا او محترف يعني معانا يقول لنا. بصي اكيد طبعا هقول لك، بس هي كلها أذواق طبعًا. طبعا انا ممكن انا يعجبني دريس ما يعجبكيش ما يعجبش كريم، هي يعني لا بس في بيسكس يعني مثلا ليدي جاجا مره في احدى المهرجانات وانا مش هنسى الموضوع ده، كانت لابسه اوت ده مش اوتفيت، لحمه، ما ليدي جاجا نية. عندها فاشن وهي اصلا غريبه جدا، ست غريبه قوي بصراحه في كل حاجه بتعملها، وانا عارفه ان هي بتعمل كده عشان تحبيها شكلك خالص. بس عايز اقول انه يمكن اسراء يمكن طلعت معانا برضو على، ايوه بتحبوا انتوا ليدي جاجا دايما برضه بنتكلم على ليدي جاجا دايما مش عارفه ليه. على فكره ما هو ده تاثيرها فعلا، هي بتعمل حاجات شاذه عشان اصل ايه، واحده جايبه حتت لحمه، هي طبعا مش حتت لحمه بمعنى حتت لحمه بس حاجه شبه حتت اللحمه، ايوه في وعامله جزمه شكلها غريب كلها لحمه من فوقها لتحتها، ايه ده، هي بتحب تبقى ترانسكر زي مايا دياب عندنا مثلا. اوكي، فهم بيعتمدوا لبس غريب، حاجات انيوجوال زي مثلا في المهرجان المات جالا كل الناس تلبس حاجات غريبه. لا بس اتس ذا ورست، أسوأ حاجه شفتها في حياتي يعني، في حاجات فيها برضه ده المفروض الجالا دي بتحط الخطوط الموضه، ايه ده، يعني هي التيم يعني بتاعها بيبقى مختلف شويه يعني عن اي مهرجان. الجونه انا شايفه ان يعني كان في ناس كتير موفقين، في ناس كتير يعني كان في حاجات اسماء بقى ونشوف كده يعني اسماء. لو معانا صور نشوف طبعا. يعني مثلا هو ايه كمان يمكن الجديد اللي طالع السنه دي يعني اهو مايا دياب لسه جاي، مايا دياب ليدي مايا قالوا عليها ليدي مايا في المهرجان ده. اللوك بتاعها عجبني جدا على فكره، بغض النظر عن الشابو او يعني الهات دي، الجلوفز مع البوتس مع الدريس عجبني جدا، واللوك كله حلو جدا بس يناسب فوتو شوت مش هيناسب ريد كاربت. اوكي يعني لا وبعدين فكره ان البس نفس اللون او القريب قوي من الريد كاربت ده ايه، احمر فاحمر؟ بصي انا ما بفضلش بصراحه اللون الاحمر على الريد كاربت خالص. يعني افضل الوان تكون كاتشي اكتر، ما تبقاش احمر في احمر، بس هو الاحمر طبعا موضه
وبنشوفه في انترناشونال فيستيفالز اند ايفريثينج. والشابوي حاجه، هل هي حاجه جديده ولا هي حاجه موجوده وهي مثلا عملت اوكي؟ نرجع تاني لفكره ليدي جاجا. مايا زياب بتعتبر فاشن ايكون وبتعتبر برضو ترند ساتر، وهي دايما بتحب الادجي لوكس، فهي بتعمل حاجات غريبه يعني دايما طول الوقت. بس ذس لوك يعني انا شايفه انه مناسب اكتر لحاجه زي المات جالا فيستيفال. هل اي واحده اي نجمه ممكن تتجه للإدج لوك يعني يليق عليها السكه دي؟ في ناس ما يليقش عليها، او في يعني ناس بتبقى شويه ستايلها كلاسيك، في ناس بتحب تخرج من مين بقى اللي بيحدد زون. ده يعني مثلا انا جايه لك اهو مش فاهمه حاجه خالص وبقول لك اسراء انا عايزه، كلنا عايزين ننجح وكلنا عايزين نلفت النظر على الريد كاربت اكيد، فانا بقى هقول لك انت تحدديني انا كمها سكتي كلاسيك ولا سكتي مثلا، دي بتبقى ازاي؟ بتبقى انا بقى على ايه؟ انت برده بعرف شخصيتك عامله ازاي، انت بتحبي تظهري في ايفنتس شكلك عامل ازاي او في برامج، يعني كل لوك برضو بيكون بالنسبه لك بيكون مختلف. في ناس شخصياتها بتسمح ان انت تبقي تلبسي حاجه ادجي ومختلفه وغريبه، وفي ناس مش هتليق فيها مش يعني هتليق. انا شايفه ان مايا زياب بتليق جدا في الادجي لوك طبعا، احنا متعودين ان احنا هي دايما بتطلع بيبقى فيه شكل مختلف، بيبقى شيء أيوة فيه شكل جديد، وهي دايما بتحب تبقى شكلها مختلف وبتحب الناس تتكلم عنها ان هي شكلها عامله حاجه مختلفه، هي شيز فاشن ايكون وهي شاطره جدا في الموضوع ده الصراحه يعني. طب مين تاني عمل حاجه مختلفه شفتيها لفت نظرك؟ مفيش حد مختلف يعني. قوي زي في المهرجان، مفيش زي مايا دياب يعني بالنسبه لي. لا لفت نظرك يعني برضو انت برضو حاجه حلوه ولا حاجه مش لازم حلوه ولا وحشه بس لا خالص. حاجه لفتت نظرك يعني انت في بلوجر لبنانيه اسمها ناتالي، انا مش عارفه الساكند نيم بتاعها ايه، كانت لابسه فستان بينك كان حلو قوي، كان الستايلينج بتاعه كل حاجه هات تو كانت بيرفكت بالنسبه لي. ده برضو من الفساتين اللذيذه جدا اللي كانت كاتشي قوي. دي رانيا يوسف، احنا معرفة فنانة رانيا يوسف. رانيا يوسف معرفش ليه كان شكلها شوية زعلان في المهرجان، انا مش نجلاء عارفة. بدر اخدت منها الترند السنة دي يمكن موضوع الترند ده برضو مشكلة. ميانا السيد فستانها حلو جدا، والسليت الطويلة برضو الهاي سليتس دي طالعة موضة، هنلاقيها برضو في معظم الدراسز، واللوك بتاعها كان حلو جدا. معانا مين تاني؟ احنا معانا صور تاني. نجلة بقى. نجلة ده بصي ده قلق. عملت قلق بالفستان. بصي عايزه اقول لك على حاجه بخصوص فستان نجلة، انا عاجبني اوكي، بس الكات اوت مش احلى حاجه. هو من تصميم تمرازه، وهي يعني هي بتادرس برضو انترناشونال، هي مصممه مصريه عالميه. وانا بحب شغلها جدا وكل حاجه، بس الكات اوت مش احلى حاجه. يعني اللي هي القصه بتاعت الفستان، القصه اللي فيها الفتحه دي، كانت عامله مشكله. وبرده يعني انا شايفه ان احنا ما نلبسش حاجات مستفزه قوي للسوسايتي بتاعنا، عشان في الاخر ده اللي حصل يعني. بس في ناس طب ودي ايه الفنانه منى شلبي؟ منى شلبي انا عاجبني الستايلنج وعاجبني شعرها وعاجبني الميك اب. منى شلبي يعني شويه سيف وسيمبل ستايل، ما بتحبش الحاجات المبهرجه اكتر او اي حاجه. هل النجمه منى شلبي دي فخر المصريين والعرب طبعا، بترشحها جميلة طبعا. للأمي أوردز. بتشوفي ان هي بتميل للكلاسيك اكتر؟ يعني هل هي يليق عليها كلاسيك اكتر؟ يعني هي بتحب الحاجات السيمبل اكتر. بس انا شايفه ان الفستان ده الصراحه مش موفقه قوي فيه، علشان انا شايفاه ينفع بيتش دريس اكتر يعني. اوكي مش حاسه ان هو برضو. انا عايز اسالك على الفرق ما بين مهرجان الجونه كمان بالذات والموضه اللي طالعه اللي بتطلع والتصميمات اللي بتطلع في مهرجان الجونه، واي يعني كل المهرجانات التانيه يمكن بيبقى فيه مهرجان الجونه ليه حاله خاصه ليه كده. انا بحس ليه سامرش فايب، بيبقى شويه حاجات ارتباطه بالمكان، خدي بالك اكيد طبعا. بحر بقى وكده يعني احنا مش عايزين نقارن، بس طبعا في مهرجان القاهره الدولي ده العريق والقديم والاقدم واللي بيكون فيه يعني ارتبط دايما بالاوبرا، يعني هو ارتبط دايما اللوكيشن بتاعه في دار الاوبرا دايما كان بيتعمل. فهو فعلا زي ما انت قلتي انه الجونه اكتر. الجونه از مور جلامرس وكده، الجونه شويه كده سمرش على فايبرنت فايب كده، حاجه لذيذه. هنا معانا مين تاني؟ دي ميسة حمدان. أوكي. عجبني فستانها برضو، بس الفلفت القماشه اللي هي القطيفه انا شايفه ان هي يعني ممكن تتلبس في الشتاء اكتر. او حاجه زي كده ممكن تبقى مناسبه لمهرجان القاهره مثلا. يعني استعجلت في ان هي تجيب قماشه تعتبر مش وقتها دلوقتي، يعني كنت احب اشوفها بقماشه مور سامري، مش حاجه شتويه قوي عشان احنا لسه مش في الشتاء. الفنانه يعني. هند صبري
فستانها حلو جدا اللون جداً ده كمان طالع يمكن شويه اسراء يمكن اللون الاصفر اللون الاصفر طالع موضه جدا وشفناه في كذا فيلم وياسمين صبري كانت نفس الاصفر كانوا حلوين قوي هما الاثنين مع بعض حقيقي عجبني قوي الاصفر بالكات بالقماش بالستايلنج كمان بتاعه حلو جدا جدا لايق على شخصيتها قوي انا بحسها هي برضو بتليق قوي في الحاجات دي يعني هند صبري ما ينفعش تعمل ادجي لوكس مثلا ده سؤالك صح صح اوكي يعني هند صبري برضو ممكن نحطها في حته الكلاسينس الكلاسيك لوكس حاجات الاليجنت صحيح نادين نجيم نادين الالوان دي برضو انا شفت يمكن الالوان دي يعني في كذا حد كان لابس الالوان اللي هي السيكون اللي هو في زي جليتر شويه او حاجه هو موضه برضو بقاله كذا سنه نادين بحس ان هي انا بحتار فيها يعني بحس ان هي ممكن تبقى يعني ممكن تبقى ماي ايجي لايك ماي دياب وممكن تبقى كلاسيك ومتحفظه مش عارفه يعني هي اليجنت اكتر والفستان ده زهير مراد هو طبعا حلو جدا بس انا بقى بشوف حاجه نادين جسمها حلو جدا جدا فمش حاسه انه كان مناسب قوي ليها ان هي تلبس حاجه وايد من تحت اوكي يعني انت كنت شايفه ان كانت الحاجه تبقى مثلا بس هي شخصيتها تروح فين اكتر ما هو انا محيراني برضو نادين بيليق عليها كل حاجه نادين حلوه وجسمها حلو يعني بس برضو مش الشخصيه بتفرق في صح جدا جدا انت الايدنتيتي يعني بتاعتك اصلي في الاخر انت اللي بتبان يعني انت اللي لابس اللبس ده فاكيد شخصيتك برضو هي اللي هتبان في الاثنين بيكملوا بعض يعني صحيح المذيعه شيرين شيرين مين يا جماعه احنا مش شايفين قوي الصوره عندي برضو يا بعيد قوي عليا انا الصوره بعيده شويه عننا يا جماعه اوكي عامه انا الفستان عجبني قوي بالستايلنج دي شيرين حمدي وشعرها والميك اب كل حاجه كانت بيرفكت بالنسبه لي في اللوك ده هي كمان فاشينيستا اصلا فاعتقد تقدر يعني هي تقدر تظبط نفسها بالظبط انجي كيوان برضو من الـ يعني مختلف. الحاجات اللي دخلت عملت ترند ورد فعل انجي كيوان على طول ترند عشان انجي برضو جسمها حلو وشكلها حلو ودايما بتلبس حاجات يعني شكلها مختلف عن اي حد بس يمكن الالوان دي مختلفه خالص احنا ما شفناش الالوان دي غير يعني غير في الفستان ده صح يعني لا كان في كذا حد لابس حاجات بينك بس هي عامله الميكس اند ماتش ده انا عجبني بصراحه انا اي حاجه بتلبسها بتعجبني فعلا يعني انت من الفانز ده اللي كنت بقول لك عليه من شويه ناتالي هي بلوجر لبنانيه عجبني كل حاجه فيه لوك بتاعه سيمبل وشيك انا بحب الحاجات دي اكتر يعني اوكي ولونه طارع عماد انا عجبني قوي برده طارع برده من الناس اللي بتلبس حاجات بتليق عليها جدا انتوا ايه رايكم في اللوك ده بس ده مش يعني ده اللي هو اللي تقدري تقولي ان هو متجه ليه الحاجه الادجي اللي انت بتقولي عليها ان هو حاجه مختلفه في حاجه بارزه جدا وفي حاجه ريسك شويه ان انا احط يعني التصميم بالشكل ده الرافلز دي اللي على الصدر هو لايق عليها برضه بس اختيار يعني جديد يعني منى زكي منى زكي منى زكي بصي فستانها كان شويه كونتراديكتنج بالنسبه لي مش عارفه اللي هو احبه ولا ما احبوش قوي الجزء اللي من فوق بالريبن بالحاجات دي كلها يعني بالنسبه لي كان مش ألذ حاجه الجزء اللي في الفستان من تحت برضو حسيته مش متناسق مع الجزء اللي من فوق الريبن كانت طويله قوي نازله لحد تحت يعني بالنسبه لي لو كان الحته اللي هي نازله على الكتف دي كانت هتبقى شكلها منى زكي بتشوفيها من الشخصيات اللي زي ما بتلعب كده كل الادوار وشاطره فيها هي كمان من الشخصيات اللي ممكن يليق عليها كل اللوكس بس انا بحس الايدجي ما يليقش عليها دلوقتي صح؟ هي كانت لابسه برضو على فكره في كذا لوكس بقى يعني كل يوم كانوا بيغيروا لوكس مختلفه لا هي منى زكي على فكره بتغير كتير يعني هي بتحب دلوقتي تلعب بالاوتفيتس واللوكس بتاعتها يمكن احنا معظم الحاجات اللي جبناها كانت حاجات ليها علاقه او الريد كاربت في يوم الافتتاح يعني هي ده كانت الصور اللي احنا كنا بنجيبها احنا اخيرا عايزين نتكلم على تقييمك بشكل عام ل يعني الفاشن الموضه اللي طالعه في المهرجان السنه دي وازاي تقدر تاثر على الموضه بقى بشكل عام والله يا كريم بص انا عاده بحب اتابع المهرجانات واتفرج على الديزاينرز بيقدموا ايه جديد والستايلست مين الناس اللي اون سبوت دلوقتي يعني اعرف شغلهم برده طالع عامل ازاي احنا ما اتكلمناش على اللوك ده لازم نتكلم على معلش اوكي
طيب انا عامه حاسس ان البدل دلوقتي ما بقتش بس عشان ما نتكلم بقى كمان على الشكل والستايل الرجالي بقى يعني اه بس مش ده الستايل الطبيعي يعني. ده مش الستايل الجنرال طبعا يعني ده حاجه كده لوك فانتزي يعني ما دينا الشربيني لون فستانها عجبني على السكين تون بتاعها بس غير كده الفستان بصراحه حاسه ان كان ناقصه حاجات كتير يعني مش عارفه يعني والبدله لا تعليق لا تعليق خالص اذا فاشن بوليس لا تعليق اه احنا فاشن بوليس يا جماعه احنا مش اه هو اخذ نصيبه الحمد لله على السوشيال ميديا يعني بما فيه الكفايه عموما غير موفق بنشكرك شكرا جزيلا نورتينا الستايلست اسراء جلال واستفدنا كتير من خبرتك في تقييم فساتين الجونه في الاوبننج نشكرك صباح الخير طيب احنا هنطلع لفاصل ونرجع لفقره ثالثه خليكم معانا لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صلي عليه لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه اللهم صلي عليه لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صلي عليه لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه اللهم صلي عليه اسم النبي اللي دعا علينا ودعوا في الجنة يصلي بينا صلوا عليه الخير يجينا اللهم صل عليه صلوا على اللي يشفع فينا لما بنصلي على نبينا بيصلي بيها الله علينا اللهم صل عليه اللهم صل عليه الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد المنشد الديني احمد عاشور ومش اول مره تشرفنا في صباح الورد وعايز اقول لك صباح الورد عليك كل سنه صباح الورد طيب وكلنا طيبين وصباح الورد سكريم صباح الورد عليك وكل سنه وانت طيب وحضرتك بألف خير ربنا يخليك كل الساده المشاهدين طيبين سعيد جدا جدا ان انا موجود في صباح الورد لتاني مره مع الاستاذه الجميله طبعا مها بنسي ربنا يخليك حضرتك اول مره ارتقي بحضرتك يعني فرصه سعيده ليا ربنا يخليك ربنا يكرمك يا رب ربنا يخليك احمد انت صوتك جميل جدا واحنا عارفينك يعني كلنا عارفينك كمنشد ديني رغم ان انت خريج كلية علوم فاحكي لنا يعني الصوت الجميل ده هل درست مزيكا درست غنى ولا كل ده انت اشتغلت بس على نفسك وبالنسبه لدراستك في كلية العلوم هتتخصص فيها ولا خلاص هو الانشاد الديني هيكون طريقك على طول تمام هو بالنسبه طبعا للدراسه الانشاد الديني انا درست مقامات موسيقيه ولكن ما كملتش درست في مدرسه الانشاد الديني او نقابه الانشاد الديني طبعا بقياده شيخنا الشيخ محمود ياسين التهامي قعدت فيها بتاع حوالي شهر كده شهر ونص ولكن ما كملتش لانها كانت متعارضه مع الكليه بتاعتي فخدت خلفيه كويسه عن المقامات الموسيقيه كمواعيد بقى وكده كنا بنقعد تقريبا من الصبح لحد اخر اليوم فكان طبعا الكليه سكاشن وعملي وبتاع وحضور صحيح. فما كانش ان انا اقدر اواكب المدرسه يعني لكن بالنسبه لي انا طبعا خريج كليه علوم انا هشتغل بالكليه بتاعتي بالنسبه لمجال الانشاد مكمل فيه برضه ودايس فيه واشتغل فيه انت تخصص ايه في كليه انا كليه علوم قسم كيمياء اوكي تحاليل وادويه وحاجات زي هتتخصص في ده ان شاء الله هشتغل فيها ولكن مجال الانشاد لو يعني ان شاء الله ربنا كرمني فيه ولقيت فرصه فيه كويسه هكمل برضه فيه هو يعني انا مش عارف هل ينفع انه الاثنين يمشوا مع بعض يعني اعتقد انه ما فيش مانع ان الاثنين يمشوا طبعًا مع بعض صح طبعًا يعني بتحصل ان انت صحيح وتقدر ان انت تكمل تدريب بالظبط وشغل في نفس الوقت صحيح طب انت بتتدرب ازاي يعني بتعمل ايه عشان تتدرب بالنسبه لي كمنشد مثلا بذاكر المذاكره بتاعتي عباره عن ان انا طول ما انا قاعد كده بسمع ابتهالات بسمع اناشيد
لمعظم بقى المبتهلين زي الشيخ مثلا النقشبندي، الشيخ ناصر بن طبار، الشيخ محمد عمران. بسمع مثلا الشيخ طبار هينعكس الاداء بتاعه عليا، بسمع الشيخ مثلا محمد صديق المنشاوي هينعكس الاداء بتاعه عليا. كل ما اسمع المشايخ ايه دي كلها مذاكره ليا. زائد بقى طبعا موضوع الدراسه، دراسه مهم جدا، ده الاثنين بيكملوا بعض. صحيح. يعني السمع مهم جدا جدا، بشكل ما لا يقل عن 90%، ثم بقى الايه جانب بقى الايه الدراسه بيكملوا بعض الاثنين. طيب احمد، انت انا يعني بشوفك وانت بتغني وانت بتنشد انت فعلا مستمتع وحابب الحاجه اللي انت بتعملها. صحيح. ما بتفكرش في مره دايما الشباب في البدايه كده عينهم بتزغلل برضو على الكوميرشال او التجاري او الغنى التجاري؟ مش حاسس انك ممكن تعمل ده؟ يعني الغنى التجاري اللي هو اعمل حاجه تمويل وكده، ولا انت اعمل حاجه لا غنى. ان انت بقى تغني الغنى المودرن ده اللي احنا الغنى الحديث بعيدا عن الانشاد. بصراحه يعني ناس كتير قالت لي انت حاصر نفسك في الانشاد بالزبط. ولكن انا يعني ده من زمان هو مبدا عندي. انا اساسا يعني بقولها في كل لقاء حافظ لكتاب الله. فدي حاجه طبعا يعني يمكن كل لما اجي اخش الادب بتمسكني ليه يعني انت مكتفي بده؟ ولكن بالانشاد في حاجه عاوز اضيفها. اصبح مؤخرا في حاجه اسمها ايه غناء هادف، اللي هو مثلا في زي اللي بيقدمه مثلا ماهر زين، اللي هو في مش شرط يكون مقتصر على مدح النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو في المقام الاول مدح النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. ولكن في طبعا لون هادف دوت ممكن تنصح حاجه تعمل رساله اجتماعيه مثلا، غنى اجتماعي بيسموه الغنى الاجتماعي. الغنى ده ممكن الاجتماعي. انا برضو ايه اشتغل فيه. يعني انت ممكن تحب برضو ممكن اخش في المجال ده برضو. طيب تمام. طيب عايزين بقى نسمع انا عنيا طبعا. ممكن نسمع ايه؟ ممكن مثلا بمناسبه طبعا الذكرى الجميله اللي احنا فيها ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، عايز توصل مجهز لكم حاجه اللي هي ايمنه بشراكي، دي بتحكي اشهر الحمل والولاده لستين امينه طبعا رضي الله عنها. ان شاء الله تعجبكم وتعجب الساده المشاهدين. يلا بينا. يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك، يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك، لحملك لمحمد رب السماء هناك، بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب، وما تري منه تعب هذا نبي زاكي، شعبان شهر ثاني والنور منه باني، هو صاحب القرآن وربنا أعطاك، رمضان جاءك بالهنا يا آمنة نلت المنى، رمضان جاءك بالهنا يا آمنة نلت المنى، نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك، شوال شهر رابع والنور منه ساطع، ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك، ذو القعدة سادس شهرك يا آمنة يا سعدك، الله يجمع شملك بسيد وفاك، محرم جاءك بالنادى يا آمنة نلت المنى، وما تري منه ردى هذا نبي زاكي، وفي ربيع الأول ولد النبي المرسل، وفي ربيع الأول ولد النبي المرسل، يا آمنة تأملي نورا به أكساك، ولد النبي مختونا مكحلا مدهونا بحابق مقرونا، وحسنه وفاك، هذا نبي الأمة قد جاءنا بالرحمة، فتح أمامنا الجنة برغم من عداك،
النبي صلوا عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله ما شاء الله. يعني بتفكرني بالمطرب الراحل محمد فوزي، لانه عندك ثقه في ادائك، ثقه في نفسك، في ابتسامه موجوده ما بتغيبش، عينيك في اي كونتاكت، مش بتغمض عينيك مثلا عشان تركز، ما عندكش صعوبه في الاداء. يعني يمكن دايما المطرب محمد فوزي الله يرحمه كانت احلى حاجه فيه انه هو بيغني تحسه بيتكلم، يعني الموضوع عنده هو الغنى كده. لازم يبقى فيه معايشه، ايش الحاله. بتغني مثلا، يعني ممكن اخش في حاجه كده تانية، مثلا في الطرب المغني مثلا بيغني حاجه حزينه بتلاقيه في مود تاني، ايش الحاله. مثلا احنا هنا بنقدم انشاد ديني وبنقدم حاجه فيها مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يبقى في ابتسامه، لازم تبتسم للناس عشان الناس تحب الحاله اللي انت بتعيشها. بس الثقه في الاداء دي اكتسبتها منين؟ لانه في ناس بيبقى عندها الموهبه بس شويه في رهبه في يعني بفضل الله. يعني طبعا انا وقفت قدام الجمهور كتير، عملت حفلات كتير، وعملت طبعا برامج كتير، اخيرهم كان مع حضرتك يعني من فتره كده، فيمكن الخبره او الظهور كتير بيديك طبعا ايه ثقه في النفس، او ان انت تقدر تأدي بشكل الخبره كويس. يعني طبعا الخبره بالظبط. انا عايز اعرف برضه، انت ما قلتلناش انت يعني ايه اللي حببك اصلا في الموضوع؟ يعني الموضوع بدا معاك ازاي؟ هو الموضوع بدا من فتره كبيره، يمكن من 4 سنين من الجامعه، لكن انا عرفت امتى صوتي حلو. كان زمان في المرحله الابتدائيه كان في طبعا اذاعه القران الكريم، تربيت على اصوات المشايخ كلهم، الشيخ النقشبندي زي ما قلت، ابتهالات كلها بقى تربيت على في اذاعه القران الكريم، فكنت بسمع الابتهال مثلا واقول مع نفسي، طفل قاعد كده يعني مثلا بيسمع، فلقيت نفسي بقول معاه. بدات ان انا اطلع في الاذاعه المدرسيه، كان طيب دايما. كان ايه بقى ردود افعال الاهل؟ يعني دايما بتكون النبته الاولى او التربه الخصبه الاولى هي الاهل في البيت. اول بالزبط. ما بدات وانت في ابتدائي تدندن او تقلد المشايخ اللي تسمعهم، مين التفت من اهلك للموضوع وابتدى يشجعك على هم طبعا كلهم شجعوني، ولكن بخص بذكر والدي لانه هو صوته حلو برضه. يعني هو صوته حلو كده بيدندن برضه، فهو شجعني جدا ووداني برضه الكتاب، حفظني القران يعني، فطبعا بوجه له كل التحيه من هنا. وكل طبعا انت محافظه ايه احمد؟ انا محافظ القليوبيه، مركز توخ تحديدا يعني جنب بنها. ايوه هايل اجدع ناس، ربنا يخليك، بوجه لهم كل التحيه في الحقيقه. تسلمي لي يا رب، ربنا يكرمك. وبعد كده انت يعني في الجامعه بقى بدات ان انت يعني تمارس بقى الانشاد الديني بكل قوه بقى، ان انت ده اللي بدات فيه يعني بقى باحترافيه يعني. صحيح. كان في مسابقه اسمها نجم الجامعه، كنت انا برضو في الجامعه بقعد مع اصحابي مثلا بعد المحاضره بدندن، بقعد في الجنينه بغني بتاع عشان اكسر حاجز برضو الايه خوف والرهبه وكده. فتعرفت في الكليه وتعرف ان انا صوتي حلو، وصل الكلام لرعايه الشباب، قالوا لي في مسابقه اسمها نجم الجامعه، قدم فيها يا احمد، وايه مسابقه كويسه وكده. قدمت فيها الحمد لله، خدت مركز رابع اول سنه، تاني سنه خدت مركز تاني. اول 3 مراكز بيتصعدوا لحاجه اسمها مسابقه ابداع على مستوى جامعات مصر، على مستوى الجمهوريه. الحمد لله كان ليا شرف ان انا شاركت في الموسم الخامس والسادس على مصر حضرة الشباب والرياضه. وخدت خطوه كويسه جدا 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 ليا يعني. المنشد الديني احمد عاشور، انت نورتنا جدا وامتعتنا واطربتنا، واعتقد انه احلى ختام يكون برضو باغنيه بصوتك. طبعا طبعا طبعا. طبعا احنا حلقتنا خلصت النهارده، بكره ان شاء الله هنكون معاكم من الساعه 9 صباحا، والختام هيكون معانا ربنا من احمد عاشور. اي حاضر، نختم باب ايه قلبك حنين يا نبي. يلا بينا، يلا بينا، عايز السلام. قلبك حنين يا نبي، وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصبي. قال لي النبي انا مش سعيد، عصفوري مات وكان وليف، صلى عشان ركعتين وفي كل عين دمعه شهيد. من الحب ليه تستغربوا، ومن الحقيقة بتهربوا، سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا، نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه، وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه.
البحر تملاه الدموع وندى المحبة الفروع يا رسول حنان آخر زمن تبكي الصحابة من الخشوع للحب ناس الطيبين ومهما بعدوا ريبين من غير معاد رب العباد يندهلوهم قلب الحزين من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا